اهتمام متزايد من صندوق الاستثمارات السعودي في الألعاب الرقمية، آخرها الاستثمار بقيمة مليار دولار بشركة ألعاب سويدية، لتؤكد هذه الخطوة الفرص المتزايدة في هذا المجال الذي بلغت إيراداته 175 مليار دولار عالميا في 2021. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض دكتور أحمد ثنيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التحول المبتكر. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. يعني دعنا في قراءة عامة عن يعني هذا التوجه من صندوق الاستثمارات العامة الذي يتعمق بشكل كبير نحو قطاع الألعاب، الألعاب الإلكترونية أيضا. ما هي الرهانات برأيك التي يتطلع إليها صندوق الاستثمارات العامة؟ طبعا يعطيكم العافيه سعيد بتواجدي معكم اليوم. طبعا لا شك لما نتكلم عن سوق الالعاب الالكترونيه احنا نتكلم عن سوق واعد ينمو بشكل رهيب ومضطرب. حجم الانفاق عالميا اليوم على سوق الالعاب بلغ تقريبا 175 مليار حسب اخر الاحصائيات، وفي تقريبا 2.7 مليار لاعب، والنمو تقريبا 10%، وهذا طبعا مع انتشار وتبني الاجهزه الذكيه والانترنت عالي السرعه وتزايد بشكل أكبر بعد جائحة كورونا. لما نجي في المملكة تعد من أكبر 20 دولة إنفاق على الألعاب الإلكترونية، وهي الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. القيمة السوقية اليوم للسوق 3.7 مليار ريال، قرابة مليار دولار، وعدد اللاعبين 8. فنحن نتكلم عن سوق واعد، في فرص واعدة سواء في المنطقة، في المملكة أو في المنطقة أو عالميا. لذلك صندوق الاستثمارات والعديد من المستثمرين حتى صناديق الاستثمار الجريء وغيرها مهتمين بهذا السوق، مهتمين أنهم يغتنموا الفرص الواعدة في هذا السوق. طيب دكتور أحمد، يعني ما هي العوائد المتوقعة؟ هل نتكلم هنا عن عوائد مباشرة من وراء الرياضات الإلكترونية، عوائد استثمارية مباشرة مالية، أم أن الموضوع يتجاوز ذلك؟ أكيد يعني أنت لما تتكلم عن حجم ونمو هائل وإنفاق هائل سواء في المملكة أو في المنطقة أو عالميا، أنت تتكلم عن عائد على الاستثمار، تتكلم عن عائد على الاقتصاد، تتكلم عن خلق وظائف. طبعا مؤخرا مجلس الوزراء الموقر أقر مجلس للمحتوى الرقمي ركز على عدة مجالات من ضمنها كان الألعاب، وكان الهدف أن كيف المملكة تستغل هذا السوق الواعد. أول شيء أنها تخلق اقتصاد من خلاله، بحيث أنه يكون في شركات سعودية، يكون في مطورين سعوديين، يكون في اقتصاد يغتنم الفرص اللي سواء في السوق السعودي أو حتى السوق في الأسواق المجاورة. فهنالك أهداف اقتصادية، نتكلم عائد على الاقتصاد، نتكلم أيضا خلق للوظائف، نتكلم عن توطين للمحتوى. وهذا كان معلن بشكل واضح في التوجهات الأولية اللي أعلنها مجلس المحتوى الرقمي، والمبادرات اللي تم الإعلان عنها مؤخرا تقريبا 36 مبادرة بحجم دعم يصل إلى 4.2 مليار في مجالات متعددة. طيب على المدى الطويل هل نتوقع استثمارات أكبر تتجه نحو هذا النوع من الاستثمار من قبل الصندوق؟ وأنت أشرت له أنه هذه الاستثمارات زادت بدرجة كبيرة وواضحة بعد جائحة كورونا، ربما التي كانت سبب في إيجاد نمط في معين يعني دعمت هذا السوق بشكل كبير. طبعا مؤخرا صندوق الاستثمارات وفق التوجه اللي تم الإعلان عنه اللي في مجلس المحتوى الرقمي، أعلن عن إنشاء شركة اسمها سابي. الشركة هذه هي الذراع للاستثمار في شركات الألعاب وفي سوق الألعاب. شفنا مؤخرا الشركة هذه بدأت تستثمر فيما يعرف بالببلشرز الجيم وشركات عالمية رائدة. شفنا مثلا مؤخرا امبريسر، وشفنا أيضا إي إي، وشفنا تيك تو انتراكتيف وكامبن واكتيفيشن بليزر. هذا من جهه البي اي، وكلها استثمار في الشركات الناشره للالعاب.
بمعنى أن الصندوق اليوم يملك حصص في هذه الشركات وقاعد يغتنم الفرص الواعدة في النمو سواء عالميا أو محليا. أيضا شفنا مؤسسة مسك استثمرت أيضا في شركة يابانية اسمها SNK، وشفنا أيضا صناديق الاستثمار الجريء اللي بدأت مؤخرا تهتم بالمجال هذا، وشفنا أيضا اهتمام للجهات الداعمة من خلال إنشاء مسرعات تبدأ تستثمر في المراحل النمو الأولي، مراحل البذرة أو ما قبل البذرة، وشفنا اليوم مخرجات جيدة يعني أولية للمسرعات هذه، يمكن 3 أو 4 منها انطلقت خلال الفترة الماضية. طيب، يعني شفنا أيضا هذه الاستثمارات تتجه إلى شركات أخرى كبيرة، يعني يتم فيها ضخ ملايين الدولارات، آخرها يمكن كان يعني مليار دولار في شركة ألعاب سويدية. بالتالي يعني إذا كنا ما نريد أن نتحدث عن عوائد على المدى الطويل، ماذا نتوقع منها؟ طبعا هنالك عدة مجالات، احنا لما نتكلم عن الاستثمار في شركات الألعاب مثل الاستثمار في أي شركات. اليوم عندك الاستثمار الملكية، وهذه شركات تكون رائدة في مجالها زي ما سوى صندوق الاستثمارات العامة من خلال استثماره في اي وامبريسر وغيرها في الببلشر. هذه شركات يعني لها حصص سوقية عالية ووضعها مستقر وقاعدة تنمو بشكل جيد. وفي عندك الاستثمار عالي المخاطر اللي هو ما يعرف بالفينشر كابيتاليزم او الاستثمار في راس المال الجريء، وهذه طبعا نسبه المخاطره فيها عاليه. انت تتكلم يعني من كل 10 شركات ممكن فقط شركه واحده اللي تستمر في النمو، وهذه اليوم في صناديق استثمارات راس جريء يمكن العائد عليها نتكلم عالميا المتوسط نتكلم من 20 الى 25%. طيب دكتور، يعني ما هي العوائق برأيك من التي تقف وراء يعني أو خلف عدم توطين مثل هذه القطاعات، قطاعات الرياضة الإلكترونية؟ هل هي مثلا الخبرات، عدم وجود الخبرات في القوى العاملة؟ ما هي يعني بالضبط العوائق التي قد تقف وراء ذلك؟ أنا أشوف لو بغينا نفهم العوائق والمبادرات أساس نجاوب عليها في سؤال واحد، نتتبع اللي صار في مجلس المحتوى الرقمي. طبعا الزملاء في المنظومات ذات العلاقه قاموا بالدراسه للسوق ووضعوا عديد المبادرات. انا ممكن الخصها ان عندنا اليوم لا يزال اشكاليه في الكوادر البشريه، لذلك في مبادرات اليوم قاعده تستثمر في العقول، وهي هي العنصر الاساسي من خلال برامج التدريب والتاهيل. اليوم قاعدين نشوف البوت كامبس، وقاعدين نشوف برامج التدريب القصيره، وايضا مراحل انشاء الشركات في مراحل النمو الاولي، وهذا قاعد يتم من خلال المسرعات. وشفنا جهات كثيرة اليوم قاعدة تستثمر في موضوع المسرعات. نجي لموضوع الفند أو التمويل المالي، وهذا اليوم في صناديق استثمار رأس مال جريء، وفي اليوم صناديق الملكية، وفي الاستحواذات اللي قاعدة تتم خارجيا، وأيضا في اليوم برامج لعملية نشر الوعي، وأخيرا وليس آخرا التشريعات اللي اليوم نشوف الجهات التشريعية بادية تلعب دور أساسي في عملية التشريع والتقنين وغيرها، لأن السوق يعني يحتاج إلى ضبط بشكل أفضل سواء نتكلم من ناحية القيم في الألعاب أو غيرها. واليوم نشوف من خلال مجلس المحتوى الرقمي جميع هذه التحديات تم معالجتها من خلال 36 مبادرة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة. طيب، كنت تشير في بداية هذا الحديث إلى صافي، طبعا هذه الشركة، برأيك إلى أي مدى يعني ستنجح في أن تكون مركز إقليمي في السعودية للشركات الأجنبية عبر هذه الشركة من القيام أو تمكنها من القيام باستثمارات داخل المنطقة، وبالتالي تنعكس على ما ذكرت يعني إن كان في ما يتعلق بإيجاد فرص للشباب أو الوظائف؟ طبعا في البداية خلينا نتكلم عن النقطة التنافسية. اليوم المملكة ولله الحمد هي السوق الأول لما تجي في الاتصالات، في تقنية المعلومات، أو حتى في مجال العاب، فأنت عندك سوق واعد هو الأول على مستوى المنطقة، فهذه نقاط تخدم. اليوم عندنا أيضا رؤية 2030 اللي مهتمة بعدة محاور من ضمنها اليوم عملية التوطين وخلق الوظائف وغيرها. فاليوم العوامل المساعدة للنجاح والدعم اللامحدود من القيادة متوفر. الشركة اليوم وما تقوم به الشركة وما يقوم به صندوق الاستثمارات هو جزء من منظومة متكاملة وضعتها القيادة اليوم للنهوض بهذا القطاع والاغتنام الفرص الواعدة فيه. فأنا أشوف عوامل النجاح موجودة،
اليوم عندنا قدرات بشرية قاعد يصير استثمار فيها، اليوم عندنا موارد مادية قاعدة تضخ بالشكل المناسب، اليوم عندنا جهات قاعدة تتناغم في العمل، تتناغم أيضا مع القطاع الخاص، وعندنا اليوم منظومة متكاملة للنهوض بهذا القطاع. متفائلين إن شاء الله في المرحلة القادمة إنه بيكون في شركات سعودية ناشئة في هذا المجال، إنه بيكون في استقطاب لشركات عالمية بحيث أنها تكون مقرها في المملكة العربية السعودية. وشفنا أسواق قبل زي اللي صار في الحوسبة السحابية، شفنا إعلانات كثيرة، نتوقع زي ما صار في الحوسبة السحابية وغيرها أنه يصير عندنا بإذن الله في سوق الألعاب الإلكترونية. الدكتور أحمد الاثنيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التحول المبتكر، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا في أسواق الشرق. كنت معنا مباشرة من الرياض.